صباح بالليل الساعة 12 وربع نايمين ما نحس إلا شيء. يا ريت برميل أكبر من حاوية هز المنطقة كلها، دور حلوانية طلع حسبي الله ونعم الوكيل. ورغم كل شيء صامدين خلي يضربوا بس برميل ولو صواريخ، إيش بده يضرب. الحمد لله منا سالين، معنا الله بس. طب البرميل وابوي مات هون بلا قصف، وقضنا سوا بالشلن نضل صامدين.